الآفاق المستقبلية للتربية في القرن الحادي والعشرين؟ كيف نكون رؤية وطنية استراتيجية متقدمة للتربية والتعلم في بلدنا؟ ما متطلبات القرن الحادي والعشرين؟ وكيف نخدم أهداف التعليم في ضوء تحولات المجتمع الراهنة؟ كيف نحقق رؤية مستقبلية واضحة للتعليم في سوريا حتى عام 2030؟ مشاهدينا الأحبة، مرحبا بكم في برنامج آفاق تربوية. ضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة رانيا رضوان، رئيس قسم القياس التربوي في مركز القياس والتقويم. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا. شاركتي في مؤتمر التطوير التربوي مع الدكتور ياسر جاموس ببحث حمل العنوان الآتي: أثر طريقة التصحيح في الخصائص السيكومترية لفقرات اختبار الاختيار من متعدد لتطويرها كأحدى طرائق التقويم المؤتمت. اسمحي لنا باستعراض ملخص عن البحث ثم نبدأ حوارنا معك لنتابع معا. مؤتمر التطوير التربوي رؤية تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان والوطن. أثر طريقة التصحيح في الخصائص السيكومترية لفقرات اختبارات الاختيار من متعدد لتطويرها كإحدى طرائق التقويم المؤتمت. الدكتورة رانيا جميل رضوان، رئيس قسم القياس التربوي في مركز القياس والتقويم. الدكتور ياسر يوسف جاموس. أهداف البحث: أثر طرائق تصحيح اختبار الاختيار من متعدد في الخطأ المعياري للقياس وفي معاملات الصعوبة، والتمييز لفقرات الاختبار وهي التقليدية، التجريبية، المكافأة، المكافأة والعقاب. أهمية البحث: مجتمع البحث، جميع تلاميذ الصف الرابع الأساسي الدارسين في المدارس الرسمية بمدينة دمشق، وعددهم 27652 تلميذا وتلميذة. عينة البحث الاستطلاعية: 70 تلميذا وتلميذة. عينة البحث: 1165 تلميذا وتلميذة. أدوات البحث وإجراءاته: أسئلة البحث ونتائجه. السؤال الأول: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين قيم الخطأ المعياري للقياس للاختبار ذي الاختيار من متعدد عند تصحيحه بالطرائق الأربع؟ نتائج اختبار كروسكال وأليس لاختبار الفروق بين قيم الخطأ المعياري للقياس. السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين معاملات صعوبة فقرات الاختبار ذي الاختيار من متعدد عند تصحيحه بالطرائق الأربع؟ نتائج التحليل الأحادي لمعاملات صعوبة الأسئلة. إجراء المقارنات البعدية باستخدام شفية للعينات المتجانسة للتعرف إلى الفروق لصالح أي طريقة. السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين معاملات تمييز فقرات الاختبار ذي الاختيار من متعدد عند تصحيحه بالطرائق الأربع؟ نتائج التحليل الأحادي لمعاملات تمييز الأسئلة. مقترحات البحث. مشاهدينا، نعود إلى ضيفتنا الكريمة ونبدأ السؤال. دكتورة، بداية، ما هو اختبار الاختيار من متعدد؟ يسعد أوقاتكم. بالبداية أنا بحب أشكركم. هلا بدنا قبل ما نحكي عن اختبارات الاختيار المتعدد رح نحكي أول شيء عن أنواع الاختبارات. تمام. هلا في عنا عدة أنواع للاختبارات. في عنا اختبارات شفوية، طبعا هي لتقيس مهارات معينة شفهية عند الطالب. في عنا اختبارات أدائية. الاختبارات الأدائية لأنه في عنا مهارات إحنا ما بنقدر نقيسها بالاختبارات الكتابية أو الاختبارات الشفوية. في عنا خصوصا مع المناهج المطورة أن إحنا عم نتوجه لمهارات. في عنا الاختبارات الكتابية. اختبارات الكتابية هي نوعين، في عنا اختبارات مقالية واختبارات موضوعية. طبعا الاختبارات المقالية هي المعروفة اللي كانت شائعة، كنا نستخدمها دائما، أنه نحن نعطي سؤال ونطلب من الطالب هو اللي يجاوب على هاي السؤال بطريقته الخاصة.
طبعا هي الطريقة كان لها كثير من العيوب، هي الاختبارات المقالية. نعم. منها انه بتدخل ذاتية المصحح، بيدخل عنا المصحح ممكن انه يتأثر بالخط، ممكن يتأثر بطريقة الإجابة، فما بقى بيقيس تماما المعلومة عند الطالب، فبيتجه لقياس بيصير بقيس مختلف تماما، يعني متطابق مع المطلوب تمام. نعم. فما بنقيس تماما شو عند الطالب من معلومات. فطلع عنا فنشأت عفوا اختبارات موضوعية. اختبارات موضوعية تعتبر هي من الاختبارات حديثة العهد. نعم. اختبارات موضوعية طبعا هي بميزة عن اختبارات مقالية انه نحن اللي منعد الاسئلة والطالب هو اللي بده يختار الاجابة، يعني هو ما بينشأ الطالب. وفي إلى عدة انواع للاختبارات الموضوعية، في عنا اختبارات الصح والغلط، في عنا اختبارات التكميل، اختبارات المطابقة او التوصيل، اختبارات الترتيب، واختبارات الاختيار المتعدد. طبعا هلأ كاختبارات موضوعية كلها إلى أهمية، خصوصا أنه ما بتدخل ذاتية مصحح، وكل اختبار فيه له عيوب ومزايا، فيه له مساوئ وفيه له محاسن. فيه له محاسن تماما، بس عندنا أكثر اختبارات وأهم اختبارات من اختبارات موضوعية واللي أثبتت فعاليتها هي اختبارات الاختيار المتعدد. باختبارات الاختيار المتعدد نحن ده السؤال في عندنا بيتألف من قسمين، القسم الأول اللي هو من قله الأروما أو الجذر السؤال، واللي عادة نحن بيكون في مشكلة وبده يختار الطالب حل إلها، أو بيكون في عبارة أو سؤال أو مهمة معينة، وبطلب أنا من الطالب بالقسم الثاني اللي هو عبارة عن البدائل أو المشتتات فينا نقول، هو يختار الجواب الصحيح. فالاختيار المتعدد هي نوع، هي قسمين، وفي عينهم عدة أنواع. يعني هلأ بالاختبار اختبارات الاختيار المتعدد أنا ممكن أطلب منه، والشائع هلا اللي نحن بنستخدمه انه هو يختار افضل الطريقه الصحيحه الوحيده، اجابه وحيده صحيحه، الاجابه الصحيحه من منه. طبعا ممكن يكونوا اربع خيارات، ممكن يكونوا اربعه او ثلاثه او خمسه مبشي. عدد البدائل. نعم. نحن يفضل بنقول انه كل ما كثر عدد البدائل بيقل التخمين، بنقول وسطيا خلونا اربع بدائل. بس مع الفئه العمريه الاصغر، لانه كمان هذا الشيء بيتحكم، ما فينا نحط لهم اربع بدائل لانه خصوصا طلاب المرحله الدنيا، فنحن بنقول انه ثلاث بدائل بتشتتوا لانه بالاربع بتشتتت. وحتى في دراسات اثبتت فعلا انه مع الطلاب الصغار لا، ثلاث بدائل هي كافيه. اما كل ما كثرنا صار مرحله عمريه اكبر، فنحن ممكن اربع بدائل خلينا نقول هو عدد مناسب كمان مشان ما ياخذ وقت طويل منه. تمام. فأربع بدائل. طبعا في عنا كمان اختيارات متعدد، انه ممكن نجيب له كل الاجابات صحيحه ويختار الاكثر صحه، او ممكن تكون كلها خاطئه الا واحده صحيحه، او ممكن تكون كلها صحيحه وواحده خاطئه، اختار الخاطئه. او ممكن يكون يعني عنده مجال كبير، كبير في اكثر من مجال الاختيار المتعدد حتى يرتب الموضوع. ولسه الاختبارات الاختيار المتعدد هلا لها كثير اهميه، وصار هلأ توجه كتير نحن عم نتوجه هو المتعارف عليها الأسئلة المؤتمتة. هلأ أثبتت فعاليتها بدليل أنه كتير من اختبارات الذكاء هي تعتمد على أسئلة الاختيار المتعدد. أهم أسباب أنه الاختيار المتعدد هلأ هي ممكن بيكون فيها عدالة، يعني ما في بقى منطلع من قصة تظلم الطلاب أنه أنا ما أخذت العلامة اللي بيستحقها. الطالب حتما بيعرف أنه إيه أو لا، يعني ما في بيعرف شو العلامة اللي حيأخذها، فهون ما بقى في في عنا تظلم. في عنا اختبارات الاختيار المتعدد في إلها قدرة تشخيصية، يعني هي فعلا تقدر تقلي إذا هذا الشخص ممكن يواجه صعوبة معينة. هلأ إذا بدنا نحكي عن طالب بمدرسة، بتبين لي أنه ممكن الطلاب عندهم خلل بفقرة معينة، ممكن هاي الفقرة المعينة يا أما بيكون خلل المدرس ما قدم هاي الفقرة بطريقة معينة، أو ممكن يكون خلل بالمنهاج، ممكن تكون هالفقرة الموضوعة يعني صعبة أو لا، فمنرجع لها، أو حتى خلل عند الطالب نفسه. تمام. مثلا تمام. ممكن فهي قدرة تشخيصية يعني. إذا ما حتى فيما يعني بين السطور بالاختيار المتعدد في أهداف تانية بيحققها، مو بس أنه نحن نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها من الاختبار. تمام. وأهم ميزة الاختبارات الاختيار المتعدد أنه بيقيس كل المستويات، يعني من التذكر للإبداع. نعم. فهو بيركز لي كل هذه المستويات الاختيار المتعدد، ولهيك هلا توجه حتى بالدول الاخرى انه نحن اختبارات الاختيار المتعدد، لانه فعلا اثبتت فعاليتها بقياس التحصيل عند المتعلم. طب هلا حكينا احنا عن انواع الاختبارات، وحكينا عن اختيار المتعدد كمان له انواع، طريقه تصحيح اختيار المتعدد بتختلف؟ في عده انواع من طرق التصحيح.
تمام. في عنا نحن هلا المتعارف عليه هون انه في طريقه واحده للتصحيح، بس نحن في عنا 11 طريقه لتصحيح اختبارات الاختيار المتعدد. نعم. وهال 11 طريقه كمان في ضمنهم طرائق فرعيه. نعم. يعني في عنا طرائق تصحيح الاثر التخمين، طبعا انا استخدمت منهم بالبحث طرائق تصحيح معادلات تصحيح من اثر التخمين، هنن ثلاث معادلات. في عنا المكافأة والعقاب، في عنا العقاب، في عنا الطريقة التجريبية كمان أنا استخدمتها. هلأ الطريقة التجريبية أن احنا نطلب من الطالب إذا بيعرف شو هو البديل الصحيح يحط لنا قدامه رتبة واحد. إذا ما أنه متأكد وحاسس أنه في بديل تاني، طبعا أنا كانوا الصف رابع فكان ثلاث بدائل، فبطلب منه إذا حاسس بديل تاني هو الصح يحط لي رتبة اثنين أو رقم اثنين حدا. طبعا اذا حط ثلاثه ما بيصير لانه هن ثلاث بدائل، فهون انا ما عاد قدرت اقيس شو المطلوب. فنحن بنطلب طبعا شو الهدف او شو الغايه من هي الطريقه. الغايه انه انا بالطريقه التقليديه كنا نطلب من المتعلم انه يا بياخذ العلامه يا لا. طيب بس الطالب عنده معرفه جزئيه، يعني هو انا اذا ما جاوب، يعني مثلا هلا سؤال اذا جبت له بالضرب، جبت له انه ناتج ضرب 6 ضرب 7 وحتى وما اختار الإجابة الصحيحة. طيب بس هو كانت كعملية ضرب في عنده معلومات وفي عنده معلومات، فأنا لما بس جبت له أنه إيه يا صح يا لا. نعم. فأنا ظلمته وكأنه ما بيعرف وكأنه ما بيعرف أبدا. نعم. طيب في معرفة جزئية، هو خلال السنة حكما صار في عنده تعلم، يعني صار في أثر للتعلم، فأنا بهي الطريقة أنه لا أنا سمحت له يختار بديل ثاني، فبصير بقيس المعروفة المعلومات الجزئية الموجودة عنده، وهيك حتى بقدر بيعطيه راحة للمتعلم أنه هو يختار أو يكون مرتاح أكثر ليختار هاي الطريقة. وكأحصاء نحن عنا ففينا منقول هيك بيسمح لي أني فعلا قيس التباين بين الطلاب بين قدراتهم، يعني بيصير بيميز لي بين الطلاب اللي هنا بيعرفوا وما بيعرفوا. طبعا بالاختيار بالطريقة التجريبية إذا اختار طريقين إذا اختار بديلين تنقص علامته طبعا. بس أنا ما حذفته. يعني بالنهاية أنا راعيت أنه هو في عنده معرفة جزئية، هي نقصت علامته بس هو فعلا بس موجود. في شيء عنده أنا اختبرته حتى قيس اللي عنده. طبعا في عنا طرائق تانية احتمالية، في وزنية، في حذف جزئي، في ترتيب. نعم. في كتير طرائق للاختيار هذا متعدد. هذا 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 مصطلحات أنتم مسؤولين عنها، بس مسؤولين. أنا يعني بس أنا بهمني أعرف المشاهد وحتى المتابع اللي بهمه يحط شو اسمه. شو في عندي من 11 طريقة للتصحيح مثلا، هلا أعطيتينا واحدة من بيناتهم، شو مثلا عندنا تجريبية هلا غير الطريقة ممكن الحذف الجزئي. الحذف الجزئي هاي عكسها. ايه انا بقول له انه اذا ما انه متاكد، يعني هلا شو بطلب منه شو تعليماته. هلا هي بتختلف كل طريقه عن اخرى بالتعليمات. بالحذف الجزئي انا بطلب منه انه يحذف لي البدائل غير الصحيحه. فاذا حذف البدائل فهو بيكون عنده مثلا واحده بيناتهم متاكد انه هي غلط، بيحذف لي الغلط. هلا على كل بديل بيحذفه غلط بياخذ عليه جزء من العلامه. صح. اما اذا حذف لي البديل الصحيح فانا كمان مشكلة. هون بدي احذف له من علامته. تمام. بدي احذف له من علامته لانه انا اعطيته خيار انه يحذف لي البدائل الخاطئه. نعم. فهو لما بده يستبعد لي كمان البديل فبده تنحذف منه. صار في مشكلتين يعني بالحل. هنا في الطريقه الوزنيه هي كثير ممكن استخدامها بس صعوبة انه بدها برنامج تصحيح. الطريقة الوزنية هلا نحن في عنا ثلاث انه نحدد لكل مفردة وزن، يعني ممكن يكون هالمفردة إلى وزن غير المفردة الثانية، تكون اكثر اهمية من المفردة الثانية. كلنا صح بس كل واحدة اوزن من الثانية؟ لا كسؤال اختيار متعدد، يعني هلا المتداول بين المدرسين. طيب انا في عندي معقول جيب سؤال مثلا بالفيزياء، سؤال بالنواس عليه 10 علامات وسؤال من مصطلح تاني عليه 10 علامات، طيب هذا أهم من هذا. فالطريقة الوزنية بتعطي وزن لهيدا أكثر من هذا. بس الصعوبة بطريقة التصحيح، يعني نحن بدنا برنامج لحتى نصحح، والصعوبة بوضع هاي الأوزان. كمان في عنا صعوبة، يعني في طريقة تجريبية هذا له علاقة بالأتمتة، معناته صرنا دخلنا بالأتمتة. تمام. وفي عنا كمان بالاختبارات الإلكترونية الاختيار المتعدد في طريقة هي أنه يضل يختار ليوصل للطريقة الصحيحة. فهون بده يضل يختار لحتى يوصل للطريقة الصحيحة. طبعا إذا اختار أكثر من مرة كمان بتنقص علامته، بس هي ما بنستخدمها غير بالاختبارات الإلكترونية اللي بتكون من نوع الاختبار. طب. من ال 11 اختيار ال 11 طريقة بتطبقوا على كل الصفوف وعلى كل الأعمار؟ أنا حسيت في بعضهم يمكن يكون لا، في لا. بعضهم ما بيطبقوا مع الفئة العمرية الصغيرة لأنه صعبين ما بيقدروا عليهم وعلى تعليماتهم.
بعد ما فتنا بهذا الشرح بدنا نفوت شوي بتفاصيل البحث اللي هو معتمد على كل شيء نحن هلأ حكينا. الهدف الأساسي كان من البحث شو هو؟ هلأ الهدف الأساسي أنه نحن نوصل لاختبارات اختيار متعدد فعلا تقيس القدرة يعني القدرات التحصيلية عند الطلاب، تقيسها بدون تخمين، يعني بدون ما يكون بدون تحذير ما يتحذر، بدون غش، بدون تخمين، بدون ما يكون في عوامل تانية تدخلت. هلأ هيك لما نوصل لهيك اختبار اختيار متعدد ونقدر فعلا نقيس، فمنكون حققنا أداة بتساعدنا نحن كقائمين على العملية التعليمية أنه فعلا نطور الأتمتة عنا، نظام المؤتمت عنا، نبني اختبارات تقيس اللي بدنا إياه، ونكون نحن واثقين أنه هي تماما بتقيس هذا الشيء، ما بتقيس شيء تاني، ما بتدخل عوامل تانية، بتأدي حتى لتحسين العملية التعليمية. لأنه اختبارات الاختيار المتعدد كما سبق أنه قلت تعطينا معلومات عن الثغرات بالمنهاج، تعطينا معلومات عن ثغرات لدى تمام، يعني ممكن نعدل، وأهم شيء أنه هي بتحقق العدالة. فلازم تكون هاي الاختبارات، لأنه هي مثل الوثيقة الرسمية يلي بإيد الطلبة أو بإيد أولياء الأمور، لازم تكون مبنية ومتحققة فيها المواصفات الجيدة. فهذا كان هدف. كأني أنا يعني فهمت من البحث أنه نحن نطمح لأن يكون لدينا أتمتة، والأتمتة لا يمكن أن تكون إلا بطريقة أسهل طريقة أو أفضل طريقة للأتمتة هي الاختيار من المتعدد. فلازم يكون عندنا نحن دراية واسعة من قبل واضع الأسئلة ومن قبل الأستاذ ومن قبل المصحح بهذا الشيء. تمام هذا الهدف. لأنه أثبتت فعاليتها يعني كل الدول عم تتجه للأتمتة، وحتى نحن هلأ بنعرف إذا بدنا نتقدم لأي مسابقة الاختبارات عم تكون مؤتمتة. اختبارات السات معظمها أسئلة أتمتة، يعني أسئلة اختيار متعدد. فنحن بهدف البحث إجا شيء اسمه تمييز فقرات الاختبار. فشو هن فقرات الاختبار وشلون مميز بيناتهم؟ طبعا نحن بنينا اختبار تحصيلي بالرياضيات بالوحدة الثانية والثالثة والرابعة. لما بنبني الاختبار التحصيلي أنا شو هدفي من هذا الاختبار؟ كمان أنه يقدر يميز لي بين الطلاب وبين مستوياتهم المختلفة. طبعا مو كل الطلاب مستويات وحدة، في عنا طلاب ضعاف، في عنا طلاب أقوياء، في عنا. فالاختبار لازم يكون فعلا بيميز بين الطلاب ذوي القدرة العالية وبين الطلاب ذوي القدرة المنخفضة. هذا بسموه سؤال النكشة، يعني اللي بده يكون سؤال النكشة. بس هو بالمجمل كاختبار لازم يحقق هاي الخاصة التمييز، واللي هي أهم خاصة إذا فينا نقول إنه غير الصدق والثبات. هلا الاختيار متعدد كمان بيحقق الصدق والثبات لأنه بيغطي مساحة واسعة من المحتوى، بيغطيها. فهذا الشيء بيحقق الصدق وبالتالي بيحقق الثبات. كمان لازم يكون في تمييز بين هالمستويات، وإلا بيكون اختباري فيه مشكلة. يعني هو ما هو مصمم فقط فئة واحدة، لازم يراعي كل المستويات ويميز لي بين المتفوقين وبين البعض. فقرات الاختبار عندي فقرة تقليدية وفقرة تجريبية وفقرة المكافأة وفقرة المكافأة والعقاب، شو الفرق بيناتهم؟ هلأ كفقرات اختبار هنا ما بيختلفوا عن بعض، الاختلاف فقط بتعليمات الإجابة، طريقة الإجابة. يعني هلأ عنا بالطريقة التقليدية هي اللي منعرفها، إذا جاوب الإجابة الصحيحة صح أو خطأ بيأخذ واحد، وإذا ما جاوب يأخذ صفر. الطريقة التجريبية مثل ما قلنا بده يحط لي رتبة، كانوا ثلاث بدائل فبده يحط واحد، إذا متأكد خلص واحد، إذا ما أنا متأكد أنا أعطيته مجال أنه خيارين. طبعا بتنقص علامته، بتنقص نص درجة هون. الخيار الثاني المكافأة أنه أنا بقول له إذا ما بتعرف تجاوب لا تجاوب، ورح تاخذ جزء من العلامة على الفقرات اللي تركتها. شو هدفي؟ هدفي انه ما يغش، ما يلجأ للتخمين. فانا فعلا بقيس المعلومات اللي عند الطالب، لانه حس يعني صار عنده راحة نفسية انه انا ما بعرفها بس انا حاخذ جزء من الدرجات عليها. فهون بيترك هيدي الاختبارات. هلا المكافأة والعقاب، لانه هن طلاب صف رابع ما كنا نلجأ للعقاب فقط. المكافأة والعقاب انا بقول له بالتعليمات انه انت هون الفقرات اللي حتتركها وما بتعرفها رح تاخذ جزء من العلامه، بس اذا جاوبت وكانت غلط رح يرح لك جزء من العلامه. هلا هون هي المعادله شوي هي بتوازن بين المكافاه وبين العقاب، بس كان في طلاب احيانا ممكن يكونوا عندهم شك انه هي رح يجاوبوا او لا، يعني حتى لو صح كانوا يبتعدوا عنه. فهذا الشيء كان له مفعول عكسي كمان. بالجامعه لما كنا نحن يقولوا لنا اختيار متعدد واذا جاوبت خطا بيروح الصح، كثير كنا نخاف منها. هي طريقة مكافأة أو العقاب؟ يعني هي العقاب لوحده، هي العقاب لحالة أما المكافأة بقول له أنا لا تجاوب تأخذ جزء من الدرجة، بس إذا جاوبت حتروح. تمام يعني. واللي كان يطلب منا أنه إذا عرف شو هو الخطأ وحط الصح
شو بيكون هذا؟ هذا مرحلة؟ هلأ هي فقر لا هي مو اختيار متعدد. نعم. اللي قصدك فيها تصحيح الاختيار. تصحيح الجواب. لا هيدون صار في عنا نمط جديد من الصح والخطأ، هو الصح والخطأ المتعدد. تمام. هيدا اللي بطلب منه إنه يقول لي إذا صح أو خطأ ويصحح. ويصحح. فهي نمط نمط تاني عن الاختيار المتعدد. خلينا نحكي هلأ عن أهمية البحث. أنت يعني اشتغلتي على وحدة محددة بصف الرابع مع عدد طلاب، شو كان مطلوب من البحث؟ شو أهمية البحث هذا؟ يعني شو بده يوصلنا بالأخير؟ هلا بالاخير بده يعطيني مثل ما قلنا اداه، يعني انا كان هدفي انه هو يعطينا اداه فعلا تقيس معلومات الطلاب بالرياضيات بهدول الوحدات. يعني انا هيدا الاختبار بقدر اطبقه بطلاب ثانيين طبعا الجمهوريه العربيه السوريه، لانه كل بحث فيه له حدود معينه. نعم. فبقدر اطبقه وانا واثقه انه صار عندي اختبار ذو خصائص سيكومتريه عاليه. يعني هيدا الاختبار مدروس ومحكم ونتائجه صدقه وثباته وعلى عينه استطلاعيه. تمام. لحتى نشوف شو العيوب ونتائجه مضمونه فبقدر طبقه. انا بقدر اقول لهم خذ الاساتذه ياخذوا هيدا الاختبار ويطبقوا وفعل على 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 نسقه ويشتغلوا. تمام. وهيدا الاختبار لما بناخده ومنطبقه لما بيعطينا نتائج نحن بنكون واثقين بهي النتائج انه هي عم تعكس تحصيل الطلاب. مطمئنين نحن عم تعكس تحصيل الطلاب. حسب ما فهمت انه فبتطور نظام الاختبارات بالتاني، يعني بتطور بصير بتطور نظام الاختبارات عنا حتى. تمام. وفي شيء اسمه انه نحن هدفنا انه نطور نظام اتمته الاسئله. تمام. يعني كمان هي وسيله لحتى ندخل بهذا الشيء. تمام. وهو بيكون نواه لبناء بنوك للاسئله. يعني هيدا الاختبار لما نحن بنينا نقدر نحطه ببنك الأسئلة ونحن مطمئنين أنه عندنا فقرات جربت طبقناها وعلى درجة عالية من الصدق والثبات وبتميز بين الطلاب، فبنقدر نحطها ببنك لتكون نواة لبنك أسئلة. طب المعلمين والمعلمات شو بيستفيدوا من الموضوع؟ المعلمين والمعلمات هلأ بموضوع التصحيح هلأ بيصير في عندهم سهولة. يعني هلا هن صح رح يتعذبوا بوضعه وممكن بالبدايه يتعذبوا بوضعه بوضع الاسئله، بس فيما بعد الفوائد اللي بتقدمها اختبارات الاختيار المتعدد هي اكثر بكثير من الصعوبات اللي رح نعانيها. رح يختصر الزمان، ما بقى في طالب يجي الا للانسة انت ظلمتيني. تمام. لا رح نبعد عن القصه، مثل ما قلنا هو رح يخلي المدرس هو بحد ذاته يعمل تغذيه راجعه لنفسه انه انا معناتها هي الفقره مع هدول الطلاب او في عندي مشكله معينه ممكن يغير طريقته، ممكن يرجع يرمم لهم، فبتقدم لهم معلومات تفصيلية عن أدائه عن أداء الطلاب. ممكن طالب معين يكون في عنده مشكلة، فهذا الطالب لما بيكون عنده مشكلة نكتشفه منبلش نحن كمعلم نعطيه أوراق عمل لحتى طبعا أوراق عمل علاجية لحتى نعالج معه الموضوع، وبتعطيه للأهل كمان بتقدم لهم تغذية راجعة. نعم. يعني هون نحن ليش بنقول يعني في بيدخل موضوع العاطفه عند الاهل فهن خلص هون ما بس هون بتعرفوا شو انه انا ابني فعلا بيستحق هيك، ما بقى بيقول انسى ظلمته او اعطيته اكثر ما بيستحق، لا تمام. في عداله. تمام. البحث كان له مجتمع وكان له عينه استطلاعيه، حدثينا عن عدد الطلاب وكيف تم اختيار الموضوع. هلا طبعا نحن المجتمع كان هو الصف الرابع بالجمهورية العربية السورية، كان عددهم 27,652. تمام. هلا نحن كبحث بدنا ناخذ بكل الجمهورية العربية السورية ولا فقط محافظة دمشق؟ محافظة دمشق. تمام. محافظة دمشق كان عددهم هيدا، فنحن بدنا ناخذ المجتمع كله لحتى نعرف قد ايه عدده لنختار العينه تكون هالعينه ممثله للمجتمع الاصلي. طبعا كخطوه ثانيه هلا نحن كيف بدنا نختار العينه؟ انا بدي اياها تمثل كل مدينه دمشق، فنحن الشيء اللي جبناه طبعا نحن في عندنا تقسيمات لمحافظه مدينه دمشق، فبدنا تقسيمات جغرافيه مشان نراعي التوزع الجغرافي لانه عم تختلف خصائص الطلاب بين منطقه اخرى. تمام. فنحن في عندنا بنقسمها لخمس مناطق جغرافيا، منطقه الوسط يعني هي الفحامه والبرامكه، وفي عندنا طبعا نحن جبنا التوزع الجغرافي الاربع مناطق، فطبقنا الاختبار بالمناطق الاربعه لنكون فعلا مثلنا محافظه دمشق لحتى يكون اختبارنا انه ما تاثر حتى بالعينه. يعني هو الشيء الوحيد اللي عم يأثر فيه هي المعلومة اللي موجودة. المعلومة. نعم. طبعا لما بنينا الاختبار قبل ما نبني حللنا المحتوى، حطينا مؤشرات أداء، عرضناها على محكمين بعد ما بدنا نحكي عن أدوات البحث وإجراءاته. نعم. بس أنتوا أخذتوا بالبداية عينة استطلاعية من 70 طالب. نعم. شو هي العينة الاستطلاعية؟ هلا العينة الاستطلاعية طبعا نحن بنختارهم من خارج العينة اللي بدنا نطبق عليها بالنهاية،
لانه اذا بدنا نرجع نطبق عليهم بدهم يتعلموا، بده يصير في اثر، صاروا بيعرفوا. لا رح نستبعدهم، فبناخذ مدرسه تتشابه بخصائصها على العينه اللي بدي اطبق عليها انا. هاي العينه الاستطلاعيه بنطبق عليها الاختبار، بتعطينا معلومات، ممكن يكون في اخطاء بالصياغه، ممكن يكون في يعني سؤال مانو مفهوم. قبل ما اطرح انا مثلا الاختبار، الاختبار تبعي طبقه على عينه تجريبيه تماما لحتى اكون انا واثق انه اذا طرحته اخذ الشيء. تمام، مشان مثل ما قلنا نحكم فعلا انه ما في شيء عم ياثر غير طرائق التصحيح. يعني اذا اجى سؤال عليه كثير انه هذا كيف بدنا نحله، معناتها في مشكله بهذا السؤال، فانا بدي اعدل بصياغته. او ممكن سؤال حسيت كلهم مباشرة اختاروا البديل هيدا وبسرعة، فكمان في مشكلة بالمشتتات هون، فهي لازم نلعب على شوي على الأسئلة. فكلها هذا العين الاستطلاعية بتعطينا تغذية راجعة. بعض العين الاستطلاعية أنا بصل لعينة البحث الكلية. عينة البحث الكلية مثل ما قلنا حسب التوزع الجغرافي طبعا. نحن اخترنا عشوائيا المدارس، يعني بعد ما بنوزع مدينة دمشق بنجي بنقول مثلا هلا بالقسم الجنوبي في عندنا مدارس، جبنا اسماء المدارس، فبنختار عشوائيا اسماء المدارس بنروح. طبعا قبل ما كنا نروح كنا نتواصل مع الاساتذه، بدنا اياهم يكونوا خلصوا الوحدات الثلاثه. تمام. بدنا نخبر الطلاب قبل، لانه نحن مو هدفنا انه نعمل لهم قلق امتحاني، لا بدهم يكونوا محضرين حالهم. هي القصه. القصه الثالثه كمان انه نحن لما بدنا ناخذ، انا بدي كل مجموعه طبق عليها نوع من الاختبار، فانا بدي اتواصل مع هي المدارس لحتى اضمن انه الاربع مجموعات بهي المدرسه متكافئه. المقصود بمتكافئه يعني مو طلاب يكونوا شاطرين طبق عليهم طريقه وطلاب ضعاف، لا، كنا نرجع لاختبارات تحصيليه ولاراء المدرسين لحتى يكونوا المجموعات الاربعه متجانسه لنطبق على كل مجموعه طريقه معينه. يعني نعم، هي كل الظروف المناسبه لطرح الاختبار ووصل للنتيجه اللي انا بدي اياها وانا انا انا مرتاح به. تماما، حتى ما يكون في اي عوامل ثانيه عم تاثر. اذا هلا بدنا نفوت لك معناتها بادوات البحث واجراءاته. بداية اختبار تحصيلي لمادة الرياضيات للصف الرابع، هذا كان هو الاختبار اللي انطرح. في اختبار بصورته الأولية وفي اختبار بصورته النهائية، حدثينا عن شيء. طبعا نحن حتى نبني الاختبار في عنا خطوات. أول شيء نحن بدنا نحلل المحتوى، حللنا المحتوى وفق مؤشرات الأداء، صنفناها وفق مستوياتها وبنينا جدول مواصفات. طبعا حتى عملية تصنيف المؤشرات كنا نلجأ لمحكمين لحتى نشوف انه هو الشغل صح او لا. بعد ما انتهينا طبعا لما بنقول نحن بنلجأ لمحكمين طبعا من ذوي الاختصاص بكلية التربية، حطينا الاسئلة طرحناها على اساتذتنا. لا، اول شيء لساتنا بتحليل المحتوى لنبني جدول مواصفات. اعطينا معلومات عامة يعني نحن. يعني طبعا. احنا كل فقرة بدنا نحللها لمؤشرات أدائها، بعدين بدي صنفها لمستوياتها، بدنا نبني جدول مواصفات لحتى اعرف كل وحدة قديه لازم تاخذ عدد اسئله. انا ما اخذت كثير بالتفاصيل العمل تبعكم لانه هذا اساس عملكم. تمام. نعم. فبنينا اختبار 30 سؤال. لما رحنا طبقنا على عين استطلاعيه في اسئله طلع فيها مشاكل. وطبعا نحن بنرجع بناخذ نتائج هن 70 طالب بندرسهم احصائيا. فكمان ندرس معاملات ثبات وشو البدء، فبيطلع عنا فقرات هي كثير ضعيفه وما لا يعني ما لها ضروره يفضل تستبعد. فنحن بنستبعدها فبقي 24 فقره من نوع الاختيار. اذا الفرق ما بين اول 30 سؤال و24 سؤال هو هذا الشيء. يعني انا اخذت اكثر اسئله ممكنه تساعدني باني اخذ النتيجه اللي بدي اياها بالاخير. تمام. من هالشيء. طب اذا طبق الاختبار على العينه الاستطلاعيه واجرينا التعديلات ووصلنا للاختبار بصورته النهائيه اللي هو 24 سؤال، 24 سؤال توزعوا على العينة والطلاب حلوهم. تمام. وبعد ما حلوهم بلشنا هلا نسأل حالنا بعض الأسئلة اللي هي صلب البحث. السؤال الأول، هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين قيم الخطأ المعياري للقياس للاختبار ذي الاختيار من متعدد عند تصحيحه بالطرائق الأربع؟ الطرائق الأربع اللي حكينا عليهم نحن قبل شوي. هلا المشاهد ما حيفهم شيء من هالسؤال، شوي بدنا نحكي عن الخطأ المعياري شو هو؟ طبعا بلغه مبسطه رح نحكي له لانه ما حندخل بتفاصيل الاحصائيه. الخطأ المعياري للقياس يعني قد ايه احتمال الخطأ بدرجه المفحوص. يعني نحن بنقول له المفحوص مثلا جاب علامه من 24 جاب 22. فالخطأ المعياري، قيمه الخطأ المعياري بتسمح لي اقول انه هو اخذ 22، بس انا على ثقه بناء على نتيجة الخطأ المعياري انه هو ما راح تزيد علامته عن ال24 وما راح تنقص عن ال21.
طبعا حسب قيمة الخطأ المعياري اللي بتطلع معنا، فبيعطيني مدى احتمال لقيمة المفحوص. يعني أنا بكون على ثقة أنه هو ما حتزيد، يعني قد الخطأ بعلامته، يعني لا رح تزيد عن 23 ولا رح تنقص عن 21. فهو بيعطيني قد المدى المحتمل للخطأ بإجابة المفحوص. هيك لغة مبسطة. هذا شو بفيدكم أنتم؟ هلا بفيدنا لنعرف فعلا نحن قد ايه عم، يعني كل ما صغرت قيمه الخطا المعياري معناتها اختباري عم يقيس الوظيفه اللي بده اياها تماما، عم يقيس تماما المعلومات عند الطالب. نعم. ما عم يدخل اخطاء ثانيه. نعم هون شوي حنفوت شوي ببعض الاشياء الخاصه بعملكم، كون اذا بعض المتابعين تبعنا من اهل الاختصاص، يعني شو اختبار كروسكالي اللي طبقته حتى وصلتوا لهالنتيجة؟ طبعا اختبار كروسكان وانيس هو من الاختبارات اللامعلمية. لما انا بدي ادرس الفروق او بيكون اكثر من متغير، عادة نحن بنلجأ لاختبار تحليل التباين الاحادي اللي هو الانوفا، هو اختبار معلمي. بس انا هون ما عندي غير اربع قيم للخطأ المعياري وعينتي صغيرة، فبهالحالة أنا بنجأ لاختبارات لا معلمية، فهي اختبار كروس كالواليس يلي هو الاختبار المرادف لاختبار تحليل التباين الأحادي. طبعا هو بيحول لي القيم اللي طلعت معي لرتب وبيدرسها وبيعطيني الفروق أو لا. بالنتيجة أنا استخدمت اختبارات أخرى لحتى أتأكد اختبار لا معلمي لأتأكد من عملي أنه هو صحيح. هي هو اختبار احصائي. طبعا السؤال الثاني ونحكي عن نتائج السؤال الثاني، هل توجد فروق ذات دلاله احصائيه بين معاملات صعوبه فقرات الاختيار ذي الاختيار من متعدد عند تصحيح الطرائق الاربعه؟ شو هي معاملات الصعوبه؟ هلا معاملات الصعوبه يعني قد ايه اختبارنا هلا بالاختيار المتعدد معامل الصعوبه او السهوله، فين نقول قد نسبة الطلاب اللي أجابوا إجابة صحيحة عن هذا السؤال. طبعا لكل سؤال أنا حأحسب له معامل سهولة. معامل الصعوبة هو بيكون عكس معامل السهولة. أنا بكون مسبقا بعرف إنه قديش عدد الطلاب اللي ممكن يجاوبوا على هذا السؤال. من النتائج أنا بدي أخذ نتائج وحللها. لا مو مسبقا. مسبقا ما بعرف على نتائجه. يعني ما فيني أقول إنه هذا سؤال صعب كتير كتير واللي حجاوبوا عليه مثلا فقط 10 طلاب. أنا ما لا ما نحن فيه. بعد نتائج الطلاب ناخد الفقرات وندرس معاملات الصعوبة لإله، فمنشوف قدي كل سؤال قدي كانت صعوبته وبندرس بعدين طبعا حسب الفروق بيناتهم. استخدمنا اختبار تحليل التباين الأحادي لنشوف قدي هنون فعلا صعبين. ايه معاملات معاملة الصعوبة بدك شفت لي بالأخير إنه هذا عدد الطلاب اللي ما حسنوا يجاوبوا. تمام. قديش عددهم؟ تمام. إذا كان عددهم كبير شو يعني، وإذا كان عددهم قليل شو يعني؟ إذا كان عددهم كبير يعني هيدا الفقرة إنه صعبة كتير. نعم في إشكال، هي الفقرة نفسها ولا لا مثلا الأستاذ معاطي هي بتعطيني مؤشرات يا أما في مشكلة عندي أنا بالسؤال، ممكن تكون بالصياغة، ممكن تكون بالسؤال نفسه كمان، ممكن تكون بالمشتتات. لهيك نحن مشينا بكتير خطوات منظمة للاختبار حتى نستبعد كل هالأمور. ممكن تكون مثل ما قلنا طريقة المعلم بإعطاء الفقرة، يعني تحليل النتائج كتير بيعطيني معلومات. ممكن تكون مثل ما قلنا بالمنهاج أنا عم بحكي معك وعم نمشي بتدرج والبحث شوي فيه صعوبة، يعني حسيت أنه أنا بالأخير بدي وصل للأساتذة للمعلمين اختبار شبه نظامي شبه كامل شبه مثالي، ولذلك أنا عم بخضع كل هالأشياء لهالاختبارات لحتى بالأخير وصلوا لشيء مطلوب. هذا هو الهدف الضمني الأساسي، وصلهم للطريقة ليصححوا فيها اختبارات الاختيار المتعدد وتكون هي أفضل من الطريقة التقليدية. تمام. آخر شيء إنه أنا وصل لطريقة غير طريقة غير تقليدية. بعد هذا الشيء ردينا عملنا اختبار تاني هو اختبار شيفيه للعينات المتجانسة لصالح أي طريقة أتت الفروق. هو نشرح شوي شو يعني اختبار شيفيه. تمام. هلأ نحن طلع في عنا فروق بمعاملات الصعوبة. نعم. وكانت لصالح الطريقة التجريبية. يعني شو يعني؟ يعني الاختبار يلي تصحح بالطريقة التجريبية كان أصعب على الطلاب من الطرائق الأخرى. شو السبب؟ السبب أنه هنون معنون متعودين، يعني أنا الطلاب اللي عندي خصوصا صف رابع معنون متعودين يجاوبوا بهذه الطريقة، لذلك وجدوا صعوبة بهذه الفقرات أنه كيف طريقة الإجابة، فهذا بيتطلب انه ندربهم اكثر. لما بيطلع عندي فروق انا بدي اعرف طيب هي الفروق لصالح مين، لحتى عرفت انه لصالح التجريبيه فلجأت لاختبار بالمقارنات العاديه اختبار شيفيه.
شي في انا بستخدمه مع العينات المتجانسه. نحن مثل ما قلنا لما اجينا نطبق على الطلاب نحن اخترنا عينات تكون متجانسه مع بعض البعض وما يكون في فروق بيناتهم. مو هالعينه كلها شاطرين وهالعينه متجانسه مع بعضهم، فانا لما بطبق عليهم الاختبار بعرف انه التاثير او الاثر بعلاماتهم هو ناتج عن طريقه التصحيح فقط. فانا هون طلع معي النتائج انه هو لصالح الطريقه التجريبيه هي كانت الاصعب، اما الطرائق التقليديه كانت الاسهل لانه هي المالوفه وهي المتعارف عليها وهي اللي بيالفوا الطلاب والاساتذه متعودين عليها فكانت هي الاسهل بالنسبه لهم. ممكن بعد فتره يتعودوا طلابنا على اختيار المتعودين بصير عندهم خبره. اي بيتعودوا، لانه انا مع صف رابع بالبدايه وجدوا صعوبه بس بعدين لا قدروا يجاوبوا، قدروا يحطوني وتاقلموا معلم مع الموضوع. فلسه مع فئات عمرية أكبر تطلع نتائج أفضل. إذا نبلش من صغر وعرفانه هو ونطلع عليه وبيقدروا. هذا بيأثر شيء على النتائج ولا لا؟ إذا تعود على هالطريقة. لا بالعكس، هي بتقيس فعلا شو عند الطالب. نحن بدنا يا يتعود على هاي الطريقة. بدنا يتعود. بدنا حتى نبلش نقيس المعرفة الجزئية اللي عند المفحوص عند المتعلم. نعم. يعني نحن ما بقى بدنا إنه خلص يا بيعرف يا ما بيعرف. لا أنا في عندي 5 مستويات. يا أما هو بيعرف وبيعرف كتير ومتأكد من حاله بنسميها المعرفة التامة. أو في عنا المعرفة الجزئية يلي هي دائما مستبعدة، أو في عنا إنه هو ما بيعرف. بيعرف نهائيا. وما بيعرف. وفي عنا ال. شو بيناتهم؟ وفي بيناتهم وفي بيعرف شوي وما بيعرف ابدا، يعني ما عنده معلومات ابدا. فانا على متصل السماء انا بدي ميز بين هاي الفئات، فهي الطرائق تسمح لي اني ميز. فنحن بدنا اياه يتعود عليها، يتعود على الطرائق اكثر، اكتشف اكثر شو ممكن. مثلا انا لما بقول له انه في عندي اكثر من بديل صح، هاي الطريقه التقليديه ما رح تخليني صح ابدا، لا. فبدي اجي لطرائق ثانيه. الطريقه التجريبيه بتسمح لي بسهوله انه قيس هذا الشيء عنده، وبيقدروا بعدين نصير نحط هيك أسئلة اختيار متعدد. تمام. طيب الآن ننتقل إلى السؤال الثالث ونتائجه. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين معاملات تمييز فقرات الاختبار ذي الاختيار المتعدد عند تصحيح الطرائق الأربع؟ شو هن معاملات تمييز فقرات الاختبار؟ معاملات التمييز طبعاً هنون هلأ كتعريف نحن بنقول معامل السهولة العلوي نقص معامل السهولة السفلي. المقصود فيها أنه هي تقدر تميز لي بين فئة الطلاب ذوي التحصيل العالي وفئة الطلاب ذوي التحصيل المنخفض، أو فينا نقول الطلاب الجيدين أو الممتازين تفوقين طلاب ضعف. فأنا هاي بسميها معاملات تمييز. لازم الاختبار يتمتع بقدرة تمييزية، وكل ما تمتع بقدرة تمييزية عالية كل ما كان أفضل، لأنه أنا بالنهاية بدي ميز بين الطلاب. يعني من حق الطالب اللي مجتهد وشاغل على وفهمان طول الوقت وكذا أني أنا أعرفه. يعني مثل ما نحن دائما بنقله للمدرس بدنا نراعي الفروق الفردية، طيب واختباري بده يراعي الفروق الفردية. بالمجمل لازم يراعي الوسط، بس كمان في عندي طلاب ضعف في عندي طلاب أقوياء. وإلا أنا إذا إجا اختباري بده يعطيني كل النتائج نفسها لكل الطلاب ما ميز لي، ما استفدت منه، لا ما وصلت منه لشيء. فهو من الأهم أنه يميز لي. طبعا طلعت معاملات التمييز الأعلى للطريقة التجريبية. هلأ ما كان في فروق. بس خلينا نرجع شوي نشرح للمشاهد الطريقة التجريبية شو هي، مشان لما كل شوي نحن عم نحكي عن الطريقة التجريبية. نعم. تمام. يعني هلأ لما بيجي الطالب بده يحل سؤال، إذا بيعرف الإجابة الصحيحة ومتأكد منها خلص بيختارها وبيحط قدامها رتبة واحد أو عدد واحد، يعني هو بده يحط رتبة. إذا ما بيعرف الإجابة الصحيحة فبيحط لي واحد على الإجابة اللي حاسس انه ممكن هي تكون صح، وانا سمحت له ببديل ثاني. طبعا هون لانه عدد البدائل 3، هلا لو 4 بسمح له يختار 3 بدائل. يعني بسمح له واحد يحط لي عليه رتبه 1، هي اللي بيكون اكثر ثقه انه هذا هو فعلا جواب صحيح. الاقل بيحط لي رتبه 2، والثالث بيحط لي رتبه 3. هلا اذا كان الجواب بيناتهم لهذول الثلاثه صح، بياخذ جزء من العلامه مو العلامه الكامله، يعني بده تنقص علامته، بس انا اعطيته جزء لانه شارك بالحل. شارك يعني، وهون عنده معرفه جزئيه هو ما انه متاكد تماما. طيب. دكتوره سؤال، تفضل. هاي الطريقه التجريبيه عم تطبق عنا بمدارسنا ولا لسه جديده على
لا لسه جديدة. لسه جديدة. لسه جديدة. إيه؟ يعني لسه لحد هلا حتى عم يجروا أبحاث حتى بدول متقدمة عم يجروا أبحاث عن طريقة تصحيح اختبارات الاختيار المتعدد. يعني نظرا لأهميتها واكتشفوا الطريقة التقليدية إنه فيها كتير عيوب فلحد هلا عم يطوروا عشان تكون أكثر مثالية. حتى عم في برامج إحصائية لتصحيحها فعم يطوروا. تتوقع إن الطريقة التجريبية نحسن نطبقها نحن وناخذ نتائج منها هيك حلوة وكذا؟ إن شاء الله بنأمل هذا الشيء. نأمل شيء. إيه؟ أنا بتوقع أنه مو نأمل، أنتوا عم تشتغلوا على هذا الشيء إيه؟ أكيد نعم. أكيد خصوصا مع الصفوف الانتقالية، يعني إذا بلشنا مع الصفوف الانتقالية ومشينا مع مشاكل من 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 نعم ممكن يعني ممكن نبدأ مع الشهادات دائما بأي شيء ممكن، بس حاليا مو هلا يعني مو ب لا أنا ما بحكي اليوم، نحن عم نحكي عن آفاق تربوية والآفاق التربوية نطمحها والطموح ان شاء الله يا رب. نعم. ان شاء الله. طيب نجي هلا الى مقترحات البحث بعد كل هالشغل اللي اشتغلته الدكتوره مع دكتور ياسر، موجه له تحيه. شو المقترحات اللي حطيتوها؟ هلا المقترحات انه نستخدم هاي الطريقه للتصحيح، طبعا نستخدم الطريقه التجريبيه، نستخدم الطرائق الثانيه فعلا لحتى نوصل لمرحله يصير في عندنا قياس لمعلومات الطالب بدقه، يعني نصير نقيس معلوماته بدقة وما يصير في ظلم، نبتعد عن الظلم. فنحن نتمنى يعني أنه لازم نستخدم تطبيق الطريقة التجريبية بالتصحيح. طبعا أنا لأنه استخدمنا هاي، هلأ في عنا طرائق تانية، يعني نتمنى كمان طرائق تانية نجربها وإذا أثبتت فعاليتها نعمل أبحاث فهي نستخدمها كمان، لأنه في كتير طرائق رائعة لتصحيح اختبارات اختيار متعدد. فبنأمل وندرب استخدام الطريقة التجريبية، ندرب الطلاب والأساتذة، ما فينا نستخدمه هيك عشوائيا، فلازم يكون عندنا إقامة دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات. شو بدهم يساووا بالدورات التدريبية؟ هلا بدنا ندربهم على بناء اختبارات الاختيار المتعدد وتصحيحه بالطريقة التجريبية. نعم. كيف نصححه؟ كيف نبني اختبار كامل متكامل بالمادة اللي بدنا اياها؟ تمام. نعم. ونحن اي شخص بدك اياه يستخدم شيء بدك توضح له اهميته، شو الفائدة منه، بيأمن فيه، بده يكون مقتنع تماما شو فيه، فبدنا نوضح له شو هي اهمية الطريقة التجريبية او اي طريقة تانية اثبتت فعاليتها، بدنا نوضح له شو الغاية منها شو الهدف لحتى هو فعلا يكون مقتنع ويكون عنده دافعية لهي الطرائق، والا ما بنستفاد شيء. نعم. فنحن لما بدنا ندربه بدنا ندربهم على اهميتها، بدنا ندربهم كيف نبني كيف نصحح، لما نحلل النتائج كيف نوصل للمخرجات. اسمحي لي شوي انا كمتلقي عامل بالمجال التربوي ما فيك تشرحي لي كثير يعني شغلك الاساسي، فكيف ما انا ممكن اقنع الاستاذ او المعلم او المعلمه على هذا الشيء؟ كيف بالدوره التدريبيه بدي اقنعه انا بدون ما وصل له انه انا استخدمت شو فيه وكروسكال واليس وكذا؟ ما رح نقول له، نحن رح نشرح له اياها، رح نشرح له اهميته، حنخليه هو يطبق. حلو، معناته انه يكون في شيء اسمه مرحله تجريبيه. ايه هو حيطبق بالمدارس ويجرب ويشوف النتائج وياخذ هو تغذيه راجعه لعمله بالاساسي، يعني هو لما حيطبق رح يلمس الفرق تماما، يعني تمام. لما انا كمدرس حتعطيني وين الخلل عندي تماما، فهذا الشيء كتير يعني بيريحني حتى بيستفاد منه لبعدين، فبيتلافى الثغرات بيتلافى طلابه بيعرف مستوياتهم تماما. نعم. فهذا الشيء كمان بيريح المدرس. طب هلا بده يرتاح المدرس، بس نحن كمان بدنا نقنع الطلاب انه 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 هاي الطريقه هي الطريقه الافضل. كيف ممكن ندرب كمان طلابنا على انه في طرائق مختلفه للتصحيح غير اللي متعودين عليه؟ هلا نحن لما نبلش معهم بالصفوف الانتقاليه وباعمار صغيره، يعني صف ثالث رابع، وبنبدا معهم طبعا بالبدايه ممكن نطبق اختبار وما نعطي درجات، يعني انا ما بدي مباشره انه شيء جديد بالنسبه له وبالنسبه له ما بيعرفه نطبق اختبار ونطالبه بدرجات وتكون علامته محسوبه. لا. نحن ممكن نطبقه فتره تجريبيه وبوضح له، حتى كطالب انا لازم اوضح له شو الهدف منه. تمام. لازم خليه كمان مرتاح، يعني احنا بالنهايه بدنا نطلع من شيء اسمه القلق الامتحاني. انا ما بدي على طول طالبي جاي خايف من الامتحان، لا، بدنا نوصله لمرحله هي الطريقه بتفيدك بتساعدك لتقيس شو عندك، يعني انت اذا ما بتعرف الاجابه وحتجاوب وما انك يعني هون بقى اذا شاكك بشيء بتعطيك جزء من الدرجات، فحتى هو بيصير مرتاح. حنخلص من قصه انه انا حليت صح وبالاخر شطبت كل شيء
ولانه شكيت انه يمكن غلط ولانه يمكن ماشي وطلعت وما بعني مجاوب، هي كلها بنخلص منها. بنخلص منها وبنخلص من الغش كمان. نعم. يعني قد ايه في طلاب كانت عندنا بالاختيار متعدد بتغش، هلا هون ما بقى بيقدر يغش. او بتخفف لي نسبه الغش. بتخفف نسبه الغش بالاختيار المتعدد. يعني ما في شيء اسمه انه نقله انه كذا وكذا وكذا او بالاشاره او شيء انه السؤال الثاني هو الصح كذا، هذا خلص خلصنا منه. نعم. موضوع الحظ كمان بنخلص منه انه يعد هو ثاني وحده ثاني وحده كنا نحطهم 2-2 الحل خلص. نعم هلا هي رح نخلص منه مو بس بطريقه التصحيح، نحن لما بنبني اختبارات اختيار متعدد كمان بنبتعد عن انه يكون البديل في نمط معين من الاجابه او دائما الاجابه الثانيه. نعم. فنحن خلال بناء اختبارات اختيار متعدد كمان في قواعد مراعيه، هي القواعد كمان حيكون المدرسين على دراية فيها وبيمشوا فيها، فبيكون عندنا صار اختبار متكامل سواء من بنائه أو من طريقة التصحيح. نعم. كامل المقترحات هو شيء اسمه إجراء المزيد من البحوث المماثلة. شو سبب أنه اقترحتي هالاقتراح؟ لأنه عندنا 11 طريقة ونحن ما استخدمنا غير هون 4 طرائق. نعم. فلسه في عندنا طرائق كتير، وطرائق هي فعلاً لما شفنا الأبحاث والدراسات السابقة أثبتت فعاليتها. يعني فنحن كمان في عنا وممكن طريقة معينة تكون بمادة معينة أفضل من طريقة ثانية. نعم. فنحن المفروض نجري دراسات أكثر على مواد أكثر على صفوف أكثر لحتى نقدر نحدد شو هي الطرائق الأفضل لحتى نقيس المعلومات عند الطالب. نعم. بشكل عام هالطرائق كلها تتطبق على كل المواد بشكل عام؟ بشكل عام إيه؟ نعم. وعلى كل الصفوف؟ بس المراحل الدنيا شوي بيكون في كل واحدة خصوصية. لأنه خصوصا أنه الطالب بالصف الأول أو بالصف الثاني، نحن دائما بنقول كوزارة التربية متوجه للاختبارات الشفوية لأنه هنون لسه ما عندهم حتى القدرة للكتابة ولا القراءة، لأنه هو فايت على الصف الأول ليتعلم. فلسه ما عنده هالقدرة، فممكن هلأ هي مبلش صف ثالث رابع والصفوف العالم. إذا اختيارك صف الرابع هو كان الأنسب، أنه أنا أتجاوز مرحلة الكتابة والقراءة، صار عندي قدرة أن أتفاعل أنا وياه. ومادة الرياضيات ليش اخترتيها؟ مادة الرياضيات لأنه دائما أنسب هي أنسب هي بالحل، يعني دائما في حل صح أو خطأ. اخترنا مادة الرياضيات لأنه فعلا هي فيها معايير واضحة ومحددة كانت، فمشان ما يكون يعني حتى ما نواجه صعوبة ببناء الاختبار وما تدخل عوامل تانية بتفسير النتائج، فلجأنا لمادة اختبار رياضيات عفوا كلبنة لحتى نأسس عليها الاختبارات. بس مثل ما قلتي انت ممكن تطبق على التاريخ، ممكن تطبق على اللغة العربية، أي تانية. ولهيك قلنا انه لازم نجري المزيد من البحوث، لأنه قلت لك انه في طرائق مع مواد هي أفضل من طرائق تانية. كلمة لازم نجري هالبحوث، وأنا بعرف انه اللي بيجري بحث ما بيتوقف عن هذا البحث. عم تفكري تكملي شخصيا؟ ايه عم نفكر نكمل. وفي عندي ابحاث ثانيه عن طرائق التصحيح. وفي عندي اثره بمعادله الدرجات، فلسه يعني حنكفي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذا يعني كثير بيشجعنا نحن انه ان شاء الله بيخلي الامل عنا انه في ناس عم تشتغل. الله يعطيكم العافيه، سواء بمركز التقويم، سواء بكل مديرياتنا، حتى بكلياتنا بالجامعه عم ترفدنا دائما بالطاقات حتى نحاول نوصل دائما لنتائج طيبه. نتشكر وجودك معنا ضيفتنا الدكتوره رانيا رضوان، رئيس قسم القياس التربوي في مركز القياس والتقويم. بتشكر طبعا مركزنا قياس التقويم مثلا بمديره الدكتور رمضان درويش، لانه هو كان مشرفي كمان بالدراسه. وبتشكر الدكتور ياسر جاموس كان طبعاً مشاركني بأعداد هيدا البحث، كمان إله كل الشكر والتحية. أهلا وسهلا فيك. شكرا. نعم. مشاهدينا، أتت أهمية مؤتمر التطوير التربوي من رغبة الحكومة السورية ممثلة بوزارة التربية في تحسين نوعية التعليم ومعالجة القضايا التربوية الملحة ووضع الأولويات والتوجهات في السياسات والممارسات التربوية الوطنية. نلتقي معكم في حلقة قادمة من برنامج آفاق تربوية وورقة بحث من البحوث التي قدمت في مؤتمر التطوير. إلى اللقاء.